على الطريق التي تمر بمحاذاة المصحة في اتجاه المنطقة الصناعية لبرشيد، تعرض عدة أشخاص خلال شهر فبراير من العام 2000 لاعتداء قام به شخص يعترض سبيلهم ويسلبهم تحت تهديد مدية من الحجم الكبير ما يكون معهم من مال أو أشياء ذات قيمة. كان أغلب الضحايا من النساء العاملات في المنطقة الصناعية. بلغ عدد الشكايات التي تقدم بها الضحايا 4 أو 5 شكايات، وقد لوحظ أن تلك الاعتداءات تقع بين 6 صباحا و7:30. اعتداء واحد مما تم الإبلاغ عنه وقع في المساء بعيد 6:30. كانت عملية الاعتداء تتم وفق سيناريو واحد يتكرر، هو الشخص نفسه الملثم يباغت ضحاياه الذين ينتقيهم بعناية لا تخفى. كل الذين اعتدى عليهم وسلبهم ما لديهم كانوا يسيرون فرادى او منعزلين عن العابرين لذلك الطريق. يخرج من لا مكان، من وراء شجرة او من منطقة ظل، يمسك بضحيته ويهددها بسكينه الكبير، وما ان يحصل على الحقيبة اليدوية او الهاتف النقال حتى يختفي. حسب ما ادلى به المشتكون فان اللص شاب يقارب طوله 1.80 متر، يميل الى ان يكون نحيفا، وهو ما يمنحه تلك السرعة في الحركة. ينتعل حذاء رياضيا ابيض به خطوط زرقاء. اجمع الذين اشتكوا على انهم لم يتمكنوا من رؤية وجهه اذ كان ملثما ويضع على عينيه نظارتين شمسيتين. لم يكن في تلك الاشارات ما يمكن من الوصول اليه. الكمائن التي نصبت له لم تأتي بنتيجة تذكر. لم يكن هناك من شك في انه كان يراقب المكان، وكلما بدت له حركة غير عادية امسك عن التحرك. لاحظ الباحثون ان الاحذية الرياضية البيضاء التي بها خطوط زرقاء مستعملة على نطاق واسع لدى الشباب، كما هم كثيرون ذو القامات التي تقترب من 1.80 متر. في جملة ما تم تسجيله ان ايا من الضحايا لم يصب. لم تثمر الابحاث. ثم توقفت الاعتداءات التي كانت تحدث على تلك الطريق التي تفضي الى المنطقة الصناعية بعد ان تمر بمحاذاة المصحة. مر شهر ثم شهران، وفي مارس سجلت شكاية من رجل تعرض لسلب حافظة نقوده وهاتفه النقال بالقرب من محطة القطار. قال ان شخصا ملثما ويضع نظارتين شمسيتين على عينيه فاجأه بعد ان غادر المحطة وبينما كان يسير باتجاه شارع مولاي اسماعيل. قال ان كل شيء تم بسرعة كبيرة. كان فيما قدمه المشتكي من اوصاف ما يدفع الى الاعتقاد بان اللص قد عاد من جديد. في الايام التي تلت وقع اعتداءان. في كل مرة كان يسري الحديث عن مدية كبيرة يهدد بها اللص ضحاياه. في 10 مارس من العام 2000 في محطة التاكسيات الكبيرة التي تربط برشيد بالدار البيضاء، وكان يوم 2، كان العربي بوهادي المتقاعد من اسلاك الشرطة يهم بركوب احدى سيارات الاجرة تلك. كان يريد الى الدار البيضاء لاجراء فحوص طبية. جلس في المقعد الامامي. الساعة تشير الى 11. كان المنادي يصرخ باعلى صوته معلنا عن عدد المقاعد الباقية قبل انطلاق الرحلة. كان له صوت جهوري يخترق السمع، وكان تكراره لعدد المقاعد يجعل المنتظرين يحسون بان الساعة ابطأت دورانها. ثم جاء شاب مديد القامة يحمل في يده كيسا بلاستيكيا. فتح الباب الامامي. اقترب العربي بهادي الى جهة السائق، ثم دفع الشاب مديد القامة بوسطه الى المقصورة. وضع الكيس البلاستيكي بمحاذاة رجليه بينما مضت يده اليسرى وراء رقبة العربي بهادي وامسكت بمسند رأس السائق. كان يبدو وكأنه يعانقه. لم ينطق بكلمة. وقد استغرب العربي ان الشاب لم يضع كيس البلاستيك الذي يحمله في صندوق الامتعة. ثم قال لنفسه في النهاية ذلك شأن يعنيه هو. ولكن فضول رجل الشرطة راوده،
تساءل وقد لفت انتباهه حرص ذلك الشاب على ما في الكيس البلاستيكي. ألقى ببصره نحوه، بدا له أن به حقيبة يد كتلك التي تحملها النساء. تساءل وقد لاحظ أن الامرأة رافقت الرجل في تلك الرحلة، تساءل عن السر. كان تلفت الشاب الذي يكثر كلما توقفت سيارة الأجرة يؤجج أكثر فأكثر فضول الشرطي المتقاعد. ظهر من الكيس البلاستيكي ما يشبه قبضة مدية كبيرة. لم يتمالك العربي بهادي نفسه، اقترب إلى أذن الجالس عن يمينه وسأله: ذلك الذي في الكيس هل هي مدية؟ نظر إليه الشاب نظرة لم تخلو من استغراب ولا من تهديد، ثم قال: وما شأنك أنت؟ شأني أنني ربما قتلت عند أول فرملة مفاجئة، كان عليك أن تضع ذلك الكيس في صندوق الأمتعة. احمرت عينا ذلك الشاب، نظر مطولا في عيني الشرطي المتقاعد وقال له: لولا وجودنا في التاكسي لكان لي معك تصرف آخر. هل تهددني؟ أهددك، نعم أهددك، وإذا لم تلزم الصمت هشمت وجهك. ضحك العربي بهادي، كان ذلك الذي هدده ينظر جهة الشارع. ظل سائق التاكسي صامتا، ثم جاء من المقعد الخلفي صوت يعيب على ذلك الشاب ما قاله في حق الرجل. قال الصوت: ألا تستحي؟ إنه رجل في عمر أبيك أو يزيد. حاول ذو القامة المديدة أن يستدير. في المرآة ظهر للعربي أن الذي نطق دون الآخرين هو ذلك الرجل ذو اللحية البيضاء الذي يتوسط الأربعة الراكبين في الكرسي الخلفي. لم يكن يقوى على الحركة ولكنه تكلم. خاطبه العربي: ها أنت ترى هذا الزمن الرديء الذي بلغناه. نطق الذي هدد: الرداءة أنتم وأمثالكم السبب فيها. كانت السيارة تقترب من بوسكورا. بدا للشرطي المتقاعد أن الأمر يتطلب القيام بما يردع هذا الجالس بجانبه. أحس به يضغط عليه ويدفع به نحو السائق. رأى العربي دورية للدرك، طلب من السائق أن يتوقف، حاول أن يتجاهله ولكنه أصر. في نهاية الأمر توقف بمحاذاة سيارة الدرك. لم يدعه الذي بجانبه ينزل. لما رأى أحد الدركيين ذلك التدافع اقترب. نزل السائق وقال له إن الاثنين منفكا يتبادلان السب والشتم، وإن أحدهما يحمل في متاعه مدية كبيرة. تقدم الدركي إلى الباب وفتح. خرج الشاب مديد القامة، ثم أخذ الكيس البلاستيكي الذي معه. إذ ذاك فقط نزل العربي بهادي، قدم نفسه للدركي، ثم مضى مباشرة إلى الموضوع. قال: إن سبب خلافي مع هذا النذل أنني نبهته إلى أن المدية الكبيرة التي يحمل في متاعه قد تسبب قتلنا إذا ما اضطر سائق التاكسي لفرملة مباغتة. كان الشاب ذو القامة المديدة صامتا، ولعله فوجئ بأن خصمه ذلك الرجل الذي ابيض شعر رأسه كان ضابطا في الشرطة. طلب الدركي من الشاب أن ينظر ما بداخل الكيس، مده إليه ثم أطلق ساقيه للريح. ركض وراءه الدركي الآخر، كان سريعا. في الاتجاه المعاكس شبان ماضون إلى مصنع قريب. لما رأوا الدركي يلاحق ذلك الهارب اعترضوا سبيله. حاول مراوغتهم ولكنه وقع في قبضتهم. أمسك به الدركي وصفده. في تلك الأثناء لحق به زميله ومعه الضابط المتقاعد. في مركز الدرك تم تفقد ما في ذلك الكيس البلاستيكي: مدية من الحجم الكبير، حقيبة يدوية نسوية، وثوب له شكل عمامة سوداء. في بطاقة تعريفه الوطنية اسمه مراد العشار، يسكن الدار البيضاء في حي سيدي معروف. قال انه عاطل عن العمل منذ فترة. لم يجد الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما ما يبرر به وجود تلك المدية. وفي الحقيبة اليدوية النسوية تم اكتشاف 3 هواتف نقالة ومبلغا ماليا يقارب 500 درهم. تم ايضا اكتشاف وثائق صاحبة الحقيبة، امرأة تعمل في المصحة القريبة من المنطقة.
لم تكن قريبته ولم يكن لديه ما يبرر حيازته لتلك الاشياء. خلال الاستماع اليه اعترف بانه منذ ان فقد عمله في مقاولة للصباغة في الدار البيضاء بدأ يتعاطى لاعتراض سبيل المارة في برشين حيث لا يعرفه احد. كان يهدد ضحاياه ويسلبهم ما بحوزتهم من اشياء ثمينة يقوم ببيعها. كانت اعترافاته تتقاطع تماما مع ما تضمنته الشكايات التي تلقتها مصالح الامن في برشين. قناة تمو دبي.